أهلا بكم، هذه نشرة مفصلة نقدمها لكم من قناة سما الفضائية، والبداية دائما بالعناوين. ندعو المجلس. وزير الصحة السوري من جنيف: الإجراءات القسرية المفروضة على الشعب السوري تمنع وصول المعدات والتجهيزات اللازمة للوقاية والتشخيص والعلاج وقطع تبديلها إلى المشافي. حاولنا أن نستفيد من المنظمات من وجود هذا الاجتماع. التقى ممثلي مكاتب المنظمات الدولية محافظ الحسكة: ضرورة دعم قطاع المياه في ظل استمرار انقطاعها عن مليون مواطن. ما بيعرف الواحد وين ايمت بدي يطلع ايمت بدي يجي. وبعد عدة أسابيع من تركيب أجهزة الجي بي اس، المواطنون في ريف دمشق لم يلمسوا النتائج المرجوة، والانتظار لساعات مستمرة. أهلا بكم من جديد. أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو تدعم ما وصفه باهتمام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تسوية وتطبيع الأوضاع بشكل عام بين الجارتين تركيا وسوريا. وقال لافروف: تم الاتفاق على إشراك إيران في عملية التسوية بين تركيا وسوريا، وأن القضاء على التنظيمات الإرهابية سيمهد للسلام الدائم على أساس احترام أراضي سوريا. لافروف قال كذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري: أكدنا على ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي سوريا وسلامتها وحل الأزمة فيها سياسيا. وأعلن لافروف أنه من المنطق أن تكون الاتصالات القادمة المخصصة لتطبيع العلاقات التركية السورية بوساطة روسيا وإيران. أعلنت الحملة الشعبية العربية والدولية لرفع الحصار عن سوريا انضمام 35 مناضلاً ومثقفاً وأكاديمياً عربياً إلى صفوفها، معتبرة أن ذلك يؤكد أن شرفاء الأمة وأحرار العالم يدركون المخاطر المتعددة التي يحملها هذا الحصار الأمريكي الجائر على الشعب السوري. وقال منسق الحملة مجدي المعصراوي في بيان إن الحملة بصدد إعداد دراسة تفصيلية لآثار هذا الحصار اللاشرعي واللاقانوني واللا إنساني على سوريا، مشددا على أن من يقف وراء هذا الحصار أو يشارك في تنفيذه يستحق المحاكمة الدولية لارتكابه جريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية. أكد وزير الصحة الدكتور حسن الغباش أن الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري، وآخرها إدراج عدد من المشافي السورية التي تقدم خدماتها مجانا للمواطنين السوريين على لائحة العقوبات، تمنع وصول المعدات والتجهيزات اللازمة للوقاية والتشخيص والعلاج وقطع تبديلها إلى تلك المشافي. كلام غباش جاء في كلمة الجمهورية العربية السورية أمام أعمال المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية في الدورة 152 المنعقدة في جنيف. لا تزال الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري تعيق عملية التطور والتنمية، ليكون آخرها إدراج عدد من المشافي السورية التي تقدم خدماتها مجانا للمواطنين السوريين على لائحة العقوبات، الأمر الذي يمنع وصول المعدات والتجهيزات اللازمة للوقاية والتشخيص والعلاج وقطع تبديلها إلى تلك المشافي. إن الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري، وآخرها إدراج عدد من المشافي السورية التي تقدم خدماتها مجاناً للمواطنين السوريين على لائحة العقوبات، تمنع وصول المعدات والتجهيزات اللازمة للوقاية والتشخيص والعلاج وقطع تبديلها إلى تلك المشافي. ندعو المجلس لرفع العقوبات وإيجاد استراتيجيات صحية نوعية متكاملة لمواجهة الصعوبات والتحديات لكل القضايا الصحية. يجب التدخل الفوري لوقف الممارسات الإجرامية للكيان الصهيوني بحق أهلنا في فلسطين المحتلة والجولان السوري المحتل. العالم يحتاج أكثر من أي وقت مضى
لتقوية الأنظمة الصحية وقدراتها لضمان تحقيق التغطية الصحية الشاملة ومواصلة العمل على تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030 التي تشكل اختباراً حقيقياً طويل الأمد لقدرات البلدين على التضامن الجماعي ودون أن يتخلف أحد عن الركب في مجالات التنمية وفي مكافحة الفقر والجوع وتحقيق الازدهار لكل شعوب العالم دون استثناء. استهداف المشافي في حالة الحروب يعد إحدى أخطر جرائم الحرب، فكيف هو الحال مع استنزافها بفرض عقوبات عليها لتصبح هياكل أسمنتية تعج بالمرضى والمصابين خلية من أنواع العلاج كافة، وخاصة أن العالم حاليا يحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى تقوية الأنظمة الصحية وقدراتها لتحقيق التغطية الصحية الشاملة ومواصلة العمل في ظل الأوبئة والأمراض الجديدة التي تصيب العالم. في موسكو أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الهدف من التقرير الأخير الذي أصدرته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول الهجوم الكيميائي المزعوم في مدينة دوما عام 2018 هو تبرير العدوان الغربي على سوريا. ونقلت وكالة نوفوستي عن الوزارة قولها في بيان: من الواضح أن المهمة التي كانت أمام فريق التحقيق والتي لم يتمكن من تنفيذها في نهاية المطاف تمثلت في تبرير عدوان الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على سوريا بذريعة حادثة دوما وتوجيه ضربة صاروخية واسعة النطاق على المواقع المدنية والعسكرية السورية في انتهاك للأعراف والمبادئ الأساسية للقانون الدولي. وكانت سوريا أكدت في وقت سابق رفضها جملة وتفصيلا التقرير الذي أصدره ما يسمى فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة الحظر حول الحادثة المزعومة. كشفت مصادر إيرانية مطلعة عن تفاصيل الهجمات التي تعرضت لها شاحنات تحمل مواد غذائية في البوكمال دخلت سوريا من العراق، معلنة أن الاعتداءات هي إسرائيلية ومتوعدة العدو بأنه سيرى نتيجة أعماله قريبا. وشهدت مناطق ريف دير الزور خلال 24 ساعة الماضية 3 اعتداءات بطائرات مسيرة استهدفت في أحدثها صهريجا مخصصا لنقل النفط وسيارة مدنية، بعد أن شهدت المنطقة استهداف شاحنات محملة بالمواد الغذائية من طائرات مسيرة في منطقة الهري بمدينة البوكمال. وفي دمشق حضرت علاقات التعاون بين سوريا والعراق والتنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين في القضايا الحدودية كعناوين رئيسة في مباحثات جرت خلال لقاء وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد ووفد عراقي برئاسة مستشار وزير الخارجية العراقي السفير عدي الخير الله. المقداد بحث مع مستشار وزير الخارجية العراقي والوفد المرافق علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين وضرورة التنسيق والتشاور فيما يخص القضايا الحدودية بينهما. وقبل لقاء المقداد والوفد العراقي جرى في مبنى وزارة الخارجية والمغتربين لقاء جمع وفدا من الوزارة مع وفد اللجنة العراقية الدائمة لبحث قضايا الحدود، حيث حضرت القضايا الحدودية كعنوان رئيس في المباحثات. واصل الجيش العربي السوري دك مواقع تنظيم جبهة النصر الإرهابي ردا على خروقاته المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد شمال غربي البلاد، في وقت كثفت وحدات أخرى منه عملياتها في تمشيط قطاعات البادية من خلايا تنظيم داعش الإرهابي. وحدات الجيش العاملة بريف حما استهدفت بالمدفعية الثقيلة مواقع الإرهابيين في دوير الأكراد والسرمانية في سهل الغاب الشمالي الغربي، في حين دكت الوحدات العاملة بريف إدلب بمدفعيتها الثقيلة مواقع الإرهابيين ونقاط تمركزهم في كنصفرة والبارا وفليفل وسفوهن في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي. وأوضح مصدر ميداني غير رسمي أن ضربات الجيش المدفعية جاءت ردا على اعتداء مجموعات على نقاط له بمحاور ريف إدلب الشرقي مجددة خرقها اتفاق وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد. وأضاف المصدر أن وحدات من الجيش قصفت بالمدفعية والرشاشات الثقيلة محور الهباطة بريف حلب الغربي وخاضت اشتباكات مع مسلحي تنظيم النصر الإرهابي في سوريا، وذلك على محور الفوج 46 بريف حلب الغربية. كثفت ميليشيات قصد حملات المداهمة في ريف الحسكة الجنوبي وحي رميلة بمدينة الرقة وخطفت خلالها العشرات واقتادتهم إلى جهة مجهولة.
ونقلت وكالة سانا عن مصادر محلية في محافظة الحسكة أن مجموعات مسلحة تابعة لقسد شنت حملات مداهمة واسعة في مدينة الشداد ومحيطها بريف المحافظة الجنوبي وفي حي رميلة بمدينة الرقة، وأقامت حواجز مسلحة وخطفت عددا من الشبان من منازلهم ومن وسائل النقل واقتادتهم إلى معسكرات التجنيد الإجباري التابعة لها للقتال في صفوفها. وأشارت المصادر إلى أن الأهالي يتخوفون من استمرار قسد في ملاحقة أبنائهم في مناطق انتشارها لزجهم قسرا في صفوفها، حيث فقدت عشرات العوائل التواصل مع أبنائها منذ خطفهم من مسلحي الميليشيات في مناطق عدة. بحث محافظ الحسكة الدكتور لؤي سيوح مع ممثلي مكاتب المنظمات الدولية في المحافظة دعم خطة المحافظة في تحويل المركز الطبي المحدث إلى مشفى وطني لرفع مستوى الخدمات الطبية في المحافظة في ظل خروج كامل المشافي الحكومية عن الخدمة في المحافظة. كما طلب المحافظ بضرورة دعم قطاع المياه في ظل استمرار انقطاعها عن نحو مليون مواطن في مدينة الحسكة وريفها من خلال زيادة عدد محطات التحلية وزيادة عدد الخزانات وتعبئتها بالمياه الصالحة للشرب. حاولنا أن نستفيد من المنظمات من وجود هذا الاجتماع أنه نحن نشوف شو هي الشريحة الأكثر فقراً، الشريحة المستهدفة، الشريحة البضيطالة العون، الفريق الشريحة البضيطالة أنه نحن ننظر بوضعها. أيضاً الهاجز الثاني كان هو الهاجز الثالث عفواً كان هو الهاجز الطبي وتحويل مركز اللؤلؤة إلى مشفى، ونحن كحكومة جادين وفي أيضا قرار من القيادة العليا بتحويله إلى مشفى. نحن بنطلب أيضا من هالمنظمات أنه تتعاون معنا وتساعدنا لإنجاح العمل بأسرع ما يمكن. نحن خلال 3 شهور لازم نكون بالحد الأقصى أنه 3 شهور يكون هذا المشفى يبصر النور، وهذا الشريحة المستهدفة هي الشريحة الأكثر فقراً في هذه المحافظة، هي الشريحة اللي بتحتاج هذا الدعم الطبي يلي هو ضمن إطار الدعم أيضاً الإنساني والأخلاقي والوجداني. تحويل مركز اللؤلؤة الطبي إلى مشفى بالتعاون مع المنظمات القائمة في القطر، وطبعاً هذا جهود تقودها مؤسسة سوريا اليمامة. نحن كمديرية الصحة دورنا هو إشراف على في مرحلة التنفيذ بحيث أن يتم تحويله إلى مشفى وفق المواصفات التي وضعتها وزارة الصحة للمشافي والمعدات الصحية. كمديرية الصحة نحن جاهزين لتشغيل هذا المشفى مجرد أن يتم الانتهاء من تأهيله وتجهيزه بكافة المعدات اللازمة. نحن في مجلس مدينة الحسكة اللي ضمن الاجتماع مع المنظمات كان لنا على العديد من المطالب المهمة جدا، كان أهمها على مستوى النظافة، تأمين مشروع نظافة يخدم مجلس مدينة الحسكة، إضافة إلى إصلاح آليات النظافة، كما أن المطلب مهم وضروري لمدينة الحسكة بتأمين ضغط لنقل وترحيل القمامة. موضوعنا المهم في مجلس مدينة الحسكة هو البند الأساسي هو النظافة، إضافة إلى حفر آبار في وسط مدينة الحسكة لتأمين مياه قابل للاستخدام الشرب أو الاستخدام المنزلي لتأمينها للإخوة المواطنين. توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بقليل في أغلب المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا. وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو متقلبا بين الغائم والغائم الماطر على فترات فوق أغلب المناطق، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد وخاصة على المناطق الساحلية، فيما يكون الهطل ثلجيا على المرتفعات التي تزيد على 1500 متر وممتوجا دون ذلك، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة مع هبات شديدة أحيانا تتجاوز سرعتها 85 كيلومترا في الساعة خاصة في المناطق الغربية والجنوبية والوسطى والبادية، والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموجة. بعد تطبيق برنامج التتبع الإلكتروني GPS على جميع وسائط النقل العامة العاملة في ريف دمشق، ما مدى نجاح هذه التجربة بحل أزمة المواصلات؟
بعد عدة أسابيع من تركيب أجهزة التتبع الإلكتروني GPS على جميع وسائط النقل العامة العاملة على كل الخطوط في محافظة ريف دمشق، لم يلمس المواطنون النتائج المرجوة، بل بقي الوضع على حاله والانتظار لساعات سيد الموقف. هي العجقة موجودة والشنطة موجودة والركض وراء السرافيس موجودة، والله يحلها. ذاك السيف ساعته مثل ما هو، يعني قلنا له ساعة واقفين هون، ما في أبداً شيء، أي تحسن عادي. ما بيعرف الواحد وين ايمت بدي يطلع ايمت بدي يجي. نحكي مع اصحاب السرافيس بيقولوا 12 لتر ما بيكفوا، يعني اكثر السرافيس صافي على جنب، ما في مازوت. لا المواطن قادر يدفع حق المازوت الحر ولا السائق قادر يعبي سيارته بالمازوت الحر. عاش جينا لهون ولساتنا ناطرين لا سرافيس ولا سيارات، ونحن على حدود لبنان، يعني نحن اذا كل يوم واحد بده يروح ويجي على الشام، يعني ما في حل. صرنا واقفين شي ساعتين ثلاثه تقريبا وما في. شوفت عينك، اذا الواحد بيمرض بيضعف بضل طوال النهار واقف ما بصح له سير. طالب جامعه انا، بنزل يعني على دوامي بطلع على البيت، يعني ففي شويه صعوبه يعني بالمواصله، مو شوي في صعوبه منيح بالمواصله. بعد الزام جميع اصحاب السرافيس والميكروباصات في ريف دمشق بتركيب جهاز GPS حتى يتم منحهم مخصصات المازوت، كان للسائقين وجهة نظرهم بآلية التطبيق وكميات المازوت، بالإضافة لمعاناتهم القديمة من تكاليف هذه المهنة التي تفوق مردودها لجهة غلاء قطاع التصليح. خطي أطنة، بس أنا ماني من أطنة، أنا من جبل الشيخ. هلا بس اطلع برات مسار الخط ما بحسب لي ولا متر. معاناة أنه أنا طالعتي عدة ورجعتي ما بحسب لي ولا متر. ما في مازوت، يعني العداد ما بيعد نفس المسافة الطريق، والسبت نهاية ما فيه والجمعة ما فيه. عم يعطونا 12 لتر، عم نمشي 200 كيلو وأحيانا ما بيطلع لنا. مو عم ناخد حقنا مزبوط 100%، عم تفتح البطاقة 11 لتر وأنا هلأ صار يومين ما معي مازوت، اليوم ما فتحت بالمرة ومبارح ما فتحت، أنا هلأ ما معي مازوت اطلع يعني. نحن خط الزبداني عم ناخد كل يوم 9 لتورة 10 لتورة، بالمقابل نحن عم نمشي 115 120 كيلو. نحن خطنا كل يوم بده من 17 لل 20 لتر. انه عم نطلع عم نعمل سفره بيعطونا 12 لتر، اكثر من 12 لتر ما بيعطونا، ولا بدك تعمل سفره ثانيه وما بيعطونا مازوت. نحن الاجار اللي عاطينا اياه 1300 هو غير كافي لاجار الراكب. كيلو الزيت اليوم 27000، طقم الدواليب كل جوز حقه مليون مليون ونص، المحرك حقه 13 مليون. وسائط النقل العامة والعاملة في ريف دمشق والبالغ عددها حوالي 6000 مركبة جميعها زودت بجهاز التتبع الإلكتروني، وتم ضبط مسار خطوطها وعدد نقلاتها، وأي شكوى تتم معالجتها حسب ما أكده القائمون على تطبيق الآلية الجديدة. بعثنا لفرع المحروقات حوالي 75 مسار للسائقين ما بيعرفوا، كنا يوميا نحن نعطي 30 لتر بدون مسار قبل تركيب الجي بي اس. بعد الجي بي اس صار حددنا له كل 5.5 كيلومتر نعطيهم لتر. طبعا هن متعودين كل يوم بده ياخذ 30، بدك تمشي 165 كيلومتر لتاخذ 30، اذا ما مشيتهم ما بتاخذهم. مشروع نظام التتبع الالكتروني الجي بي اس لمراقبه عمل مركبات النقل العامه تجربه جديده يتم تطبيقها في معظم المحافظات السوريه بهدف الحد من تسرب وسائط النقل عن العمل على خطوطها وتخفيف الهدر والمتاجره بماده المازوت. فهل سينجح هذا المشروع وينهي ازمه المواصلات التي يعانيها المواطنون منذ سنوات؟ استفاد ما يزيد عن 100,000 أسرة في محافظة سويداء من مازوت التدفئة للدفعة الأولى بواقع 50 لترا لكل بطاقة أسرية. هذا وتم تخصيص 8 طلبات من خارج الخطة أسبوعيا لتوزيعها للتدفئة كل يوم جمعة، إضافة إلى الطلبات اليومية التي تتراوح بين 3 و4 طلبات وفقا لكميات المازوت الواردة للمحافظة من المادة. رغم عرض العديد من التقارير على قناة سما إلا أن معاناة مزارعي الذرة الصفراء في ريف الرقة ما زالت مستمرة دون وجود أي تحرك من قبل المعنيين عن الأمر للتخفيف من خسائرهم في تجفيف محصولهم هذا الموسم. حال يرثى له ما وصل إليه فلاحو محافظة الرقة بعد الخسائر الكبيرة التي لحقت بموسم الذرة الصفراء الذي كان من المتوقع أن يقلب موازين حال الفلاح إلى الأفضل، ولكن الغياب والإهمال الحكومي لهذا الموسم جعله خاسرا بكل المقاييس. انخرب بيتنا، شنو هنا ايش احكي؟ الصفرة خربت بيتنا، ولا حد بطنجرنا بالاساس. اوضاع الصفرة ظلينا كل السنة من اول الوقت مازوت نجيبه ما الحسين فلحنا الحنطة
العالم كلها لسه مازوت ما وصلها. والله عندنا سفرة معذبتنا، انشرها على طريق العام، تطلع الشمس انشرها، تقيب الشمس نلمها. بالنسبة للموسم التالي بعد الصفرة اللي هو القمح، ما نستطيع زراعته إلا بعد بيع هذه الذرة لنسدد مصاريفها. ما بمجففات وما بشيء، وجاي يطالبونا بنسبة 14% جفاف. ما الجو رطوبة هذا ما يسمح لنا، ما يسمح لنا. اليوم جاينا مطر، واليوم رطوبة، واليوم ضباب، واليوم وش نسوي؟ وندعفس بيه، نعبي ونفوت بالبيت ونرد نفرغ. اعتاد الفلاحون هذا الموسم على جمع ما تبقى من حبات الذرة الصفراء وفرشها على الطرق بغية التخفيف من رطوبتها، علها تخفف معها جشع التاجر الذي اتخذ من شروط المؤسسة العامة للأعلاف سببا لعدم شراء المحصول. بالإضافة لعدم وجود المجففات في المحافظة زاد في خسارة الفلاحين لعدم القدرة على تسويق محصولهم، الأمر الذي جعلهم عالقين بين شروط المؤسسة وأسعار التجار الرخيصة. نطالب مجففات، نطالب بالدولة أنها تأخذ الصفرة، لأنه درسنا الصفرة وحطيناها على الطريق العام، اجت الويلات باقتها. الصفرة سويتها شلتها الدودة، موسمي ما أنتج خالص، طلعت خسرانة. سعرها خذوها منا، احتقرونا التجار ب 1500 أخي، وعلى أساس الدولة تستقبلها منا. الدولة نسبة رطوبها، رطوبة الجو العالي السنة ما أخذتها منا. شوفت عينك هالصفرة ذحق لها شوانا، قطعنا طرقان مشان نمشي موسمنا، والجو ما ساعدنا، والاعلاف طلبت منا نسبه رطوبه 14، وما عندنا جو مستحيل تتحقق هاي الصفره. اخيو ما جاها دعم، اخيو والله الصفره اخيو السماد مالها، وجاء نشتري السماد كيلو كيس السماد جاء نشتري حر اخيو 290,000. قالوا لنا ناخذها منكم ما اخذوها، والعالم اليوم شرتها وتبهدلت بيها، دعم مالها، ميه ما بي، بترات، تصليح. نطالب من الجهات المسؤولة أنه يشوفونا وضع الصفرة ويحسنون وضعها إن شاء الله، وبدنا مازوت مشان نكمل هالموسم. ما بي سماد غالي، كل شيء غالي، على أساس بي دعم، والله إمكانية ما ضل عندنا نزرع لا حنطة ولا أي شيء. مطالب لم تجد أذانا صاغية حتى الآن، على الرغم من المطالبة بها مرات عدة، علها تجد في طريقها أذان أحد المعنيين الذين قد يرأفون بحال الفلاح ويجدون حلولا له ويتحملون مسؤولياتهم. تتواصل أعمال الصيانة والتأهيل التي تجريها المؤسسة السورية للحبوب لصوامعها ومطاحنها المنتشرة على كامل الجغرافيا السورية، حيث تم مؤخرا الإعلان عن إعادة تأهيل المطحنة الحديثة في حلب بطاقة 400 طن ووضعها بالخدمة. كذلك تم الانتهاء من صيانة مطحنة تلكلخ التي سوف تدخل الخدمة قريبا، بالإضافة لمطحنة سلحف في الغاب التي وصلت نسبة التنفيذ فيها إلى ما يعادل 95%. ومن المقرر أن توضع قريبا بالاستثمار إضافة إلى تحديث وصيانة المطاحن القديمة، مثل مطحنة الجولان في دمشق ومطحنة الوليد في حمص ومطحنة الفرات في دير الزور. تعمل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي على إدخال مساحات جديدة في الاستثمار الزراعي العام الجاري، إضافة إلى تقديم الخدمات لمراكز إنتاج الغراس المثمرة والحراجية وشق الطرق الزراعية والحراجية وخطوط النار. هذا وتبلغ خطة مشروع التشجير المثمر في المحافظات لهذا العام استصلاح 1500 هكتار، حيث تم استصلاح حوالي 570 هكتارا من خطة التشجير المثمر و279 هكتارا من خطة الحزام الأخضر خلال العام الماضي. أضاف فرع المصرف التجاري السوري في الحسكة خدمة مصرفية جديدة لتسهيل العمل وتخفيف الضغط الحاصل على جهاز الصراف الآلي من خلال تزويده بنقطتي بيع عبر جهاز الدفع الإلكتروني POS، وتتيح الخدمة إمكانية سحب المبالغ عبر بطاقة الصراف الآلي، وهي جزء من مساعي تطوير العمل وتسهيلات تقديم الخدمات المصرفية أمام المتعاملين في فروع المصرف التجاري. في السياق، تجاوز عدد الخدمات المصرفية في التي قدمها الفرع عام 2022 450,000 خدمة مصرفية، إضافة إلى 90,000 خدمة عبر الصراف الآلي.
وجه محافظ حمص المهندس نمير مخلوف بإعداد الكشوف للبدء بتسوير المنطقة الحرفية بدرب علبة في محافظة حمص وتأمين حمايتها واستكمال أعمال الكهرباء والاتصالات والتزام مجلس مدينة حمص بإنجاز الأعمال المطلوبة كافة لوضعها بالخدمة نظرا لأهميتها كمنطقة تنموية واقتصادية. لعودة العمل بوتيرة أسرع وللاطلاع على نسب الإنجاز والصعوبات التي تؤخر انطلاق العمل بالمنطقة الحرفية بحمص، اجتمع محافظ حمص ورئيس مجلس المدينة بالحرفيين ومدراء القطاعات الخدمية، حيث ستكون الأولويات لتأمين الكهرباء، كما تم تقديم كافة التسهيلات للحرفيين مع إمكانية دخول حرف جديدة، خاصة بعد تخصيص 3 مليارات لدعم المناطق الحرفية والصناعية بحمص. تم تقييم وضع المنطقة، سبق نحن باشرنا بعدة مشاريع في هذه المنطقة. عندنا مشروع الكهرباء كان فيه شوية تعسر، اليوم سيد محافظ حطينا جدول العمل لإزالة كافة المعوقات، بالإضافة إن في عندنا موضوع نأمن الحماية الكاملة للمدينة، سواء عن طريق تأمين أقسام شرطة موجودة دائما تكون بشكل دائم. تم التنسيق مع الحرفيين لإبلاغ الناس أنه رح نكون جاهزين خلال الفترة القادمة، إن شاء الله خلال الأشهر رح نكون جاهزين نستكمل أعمال الكهرباء. الخدمات وصلت نسبة الإنجاز فيها لأكثر من 80%، والعمل مستمر، حيث من المتوقع أن توضع المنطقة الحرفية بالخدمة نهاية العام. تمتد المنطقة الحرفية في دير بعلبة على مساحة تقارب 13.5 هكتار. كان الغاية من إنشائها هي نقل الحرف الموجودة ضمن التجمعات السكنية إلى هذه المنطقة. المنشآت اللي المقصودة فيها هي كانت إصلاح سيارات، منشرة الألمنيوم، منشرة خشب، منشرة إحداد فرنجية. هذه المنشآت مضرة ومقلقة للراحة العامة للأخوة المواطنين، فكانت الغاية منها هي جذب هذه أو سحب هذه المنشآت من ضمن التنظيم إلى هذه المنطقة. أهميتها تكمن أيضا أنها عامل تنموي خدمي سواء للحرفيين والأخوة الحرفيين أو للمواطنين. اهتمام يعطى للزراعة والإنتاج للوقوف ضد الحصار الاقتصادي على سوريا. المنطقة الحرفية بدير بعلبة لها دور هام للانتعاش الاقتصادي والاجتماعي، خاصة أنها عائدة للحياة بعد الدمار. كندا الخضر لقناة سما الفضائية حمص. وبهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرتنا. إلى اللقاء.